انتقل إلى مسكن جديد وتحرى القبلة وصلى إلى غير القبلة بعض السنن لكن الفرائض كان بيصليها في المسجد، هل تلزمه إعادتها؟ الصلوات التي أو العبادات عموما التي فعلت وانتهى وقتها لا تعاد. دل على ذلك أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أجنب وتيمم متمرغا كما تتمرغ الدابة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي صلاها بهذا التيمم. وعدي بن حاتم الطائي كان يربط خيطا أبيض وخيطا أسود في رجليه ويأكل ويشرب حتى يتبين له هذا من ذاك، فلما بين له النبي أن المراد بياض الليل وسواد النهار لم يعد الأيام التي صامها التي صامها بهذا على هذا المنوال. كذلك الصحابة رضي الله عنهم صلوا في قباء عدة صلوات متجهين إلى بيت المقدس قبل أن يأتيهم الخبر بأن القبلة تحولت، ولم يأمرهم النبي بإعادة تلك الصلوات. فعليه إذا فعلت العبادات جهلا ومضى وقتها لا تلزم بإعادتها، وبالله التوفيق.